Do we know each other? Every universe. Is different. Each one. Unique. Who are you? Slow down a little bit. There's a few people in the room that don't understand. Scheiße! ازيكم يا جماعه، عاملين ايه؟ ورجعنا لكم على الحلقه الاولى من المسلسل الجديد اللي لسه نازل النهارده على شبكه ديزني بلس. المسلسل اسمه وات اف. النجوم اللي قاموا بالاصوات ناس كتيره، من ضمنهم هيلي اتويل وسباستيان ستان ودومينيك كوبر وجيفري رايت، والمسلسل من اخراج براين اندروز. الموسم الاول من المسلسل بيحتوي على 9 حلقات، وكان المفروض يبقى 10 حلقات، لكن بسبب المشكله اللي بيواجهها العالم ما قدروش يلحقوا يخلصوا الحلقه رقم 10، وهيضموها في السيزون الثاني ان شاء الله السنه الجايه. المسلسل ماخوذ احداثه من قصص كوميك ابتدت من سنه 1977 واستمرت حتى الان، وبتضم حوالي 13 فوليوم او 13 عدد. الحلقة الأولى بعنوان What if Captain Carter were the first Avenger، وبتبتدي أحداثها أثناء الحرب العالمية الثانية، لما الحكومة اختارت ستيف روجرز عشان يبقى هو السوبر سولجر وعشان يجربوا عليه السوبر سولجر سيرم. فوقت ما بيحضروه عشان يبقى الجندي الخارق، في كان جاسوس من منظمة الهايدرا اتدخل وفجر بعض الأنابل اللي كان زارعها في القاعة، فده أدى لبعض الأجهزة اللي موجودة في القاعة إن هي تبتدي تبوظ، ده بالإضافة لإصابة ستيف روجرز إصابة خطيرة، فبالتالي ما قدرش يكمل عملية التحويل. فبيجي كارتر اللي كانت حاضرة العملية اتدخلت على طول واتغلبت على الجاسوس، وسمعت هوارد ستارك اللي كان مشرف على العملية بيقول لازم حد يتطوع بسرعة قبل ما جهاز التحويل يبوظ خالص، فاتطوعت بسرعة ودخلت مكان ستيف روجرز، وبتبتدي أحداث الحلقة. رأيي في المسلسل ككل كفكرة، فكرة جميلة جدا وحلوة، وخصوصا بقى ان هو بيورينا احتمالات لا نهائية تحت كلمة ماذا لو. يعني مثلا لو فلان مسك مكان دور الفلان الاولاني، والفلان التاني مسك مكان دور الفلان التالت، وهكذا احتمالات لا نهائية. ففكرة جميلة وحلوة، وخصوصا للي مذاكرين افلام مارفل من سنة 2008 اول ما نزل اول فيلم في عالم الام سي يو وهو ايرون مان لحد دلوقتي، وبالتالي ايه اللي هيتغير من الاحداث لما الادوار دي هتتبدل وتتغير. لكن اللي ما شافوش سلسله افلام مارفل او عندهم فكره، المسلسل هيبقى حلو لكن مش ممتع قوي، وافتكر صعب او شبه مستحيل ان الاقي حد ما شافش الافلام دي. اما بالنسبة للحلقة الاولى من المسلسل، الصراحة حلقة جميلة والرسومات جميلة، اللي هو ستايل الرسومات المعروف اللي هو اسمه السيل شيدد، فجميل جدا والالوان حلوة جدا. وبالنسبة للقصة بقى تعتبر جديدة، وبنتفرج نشوف ايه الاحداث اللي هتتغير بناء على التغيير الاولاني في بداية الحلقة. فكانت الحلقة الاولى مدتها حوالي نص ساعة، فبالنسبة لي خلصت بسرعة جدا. اما بالنسبه طبعا للاكشن كان جميل وكوميدي بعض الشيء، واللي قاموا بالاصوات يعني عملوا شغل حلو جدا. لكن اللي معجبنيش للاسف عدم رجوع بعض الممثلين الاصليين عشان يؤدوا الاصوات بتاعه شخصياتهم، زي مثلا كريس ايفنز اللي كان ادى دور كابتن امريكا في الافلام، وهيوجو ويفينج اللي كان قام بدور يوهان شميت او المعروف بالشخصيه الشريره ريد سكال. خلاصه الكلام، مسلسل وات اف وخصوصا الحلقه الاولى تعتبر بدايه جميله وحلوه ومش مملة خالص، سواء للي بيحبوا او اللي ما بيحبوش افلام مارفل. تقييمي للحلقة الاولى لمسلسل What If هو 9/10. واللي اتفرجوا على الحلقة وعجبتهم ياريت يقولوا في الكومنتات السبب عجبتهم ليه.
واللي اتفرجوا وما عجبتهمش ياريت يقولوا في الكومنتات ايه السبب علشان نبقى نتناقش مع بعض. وسلام.